برضو اتحاد الكره، نروح للخبر اللي بعد كده. اتحاد الكره يحفز منتخب مصر بالمكافآت قبل مباراه الجزائر. المباراه القادمه هتكون بكره ان شاء الله الاربعاء الساعه 8 منتخب مصر، وهتكون مباراه تقيله. منتخب الجزائر منتخب تقيل، قدر يخرج منتخب تونس، هتكون مباراه من العيار الثقيل. ومنتخب مصر او اتحاد الكره راصد مكافآت كبيره ليهم علشان ان شاء الله يقدروا يعدوا من هذه المباراه. طيب نروح لناقدنا الرياضي الاستاذ محمد مراد، ونعرف منه يعني اخر استعدادات منتخب مصر للشباب لملاقات منتخب الجزائر غدا. تحياتي ليك يا استاذ محمد. حضرتك يا كابتن اسامه، كل حضرتك طيب وبخير، وسعيد ان انا موجود معاك. قول لي اخر استعدادات منتخب مصر الشباب، بكره عنده مباراه كبيره امام منتخب الجزائر، اخر الاستعدادات. يعني المنتخب اختتم تدريباته من فتره كده يا كابتن، يعني الحقيقه زي ما انت قلت منتخب واعد، منتخب بيضم اكثر من لعيب مميز. الحقيقه معاهم مدرب محترم جدا الكابتن محمود جابر، كل من ماتش للتاني بيثبت ان المنتخب يعني ان شاء الله في يعني اكثر من خامه كويسه او خامه مميزه. شفنا ماتش المغرب الحقيقه المنتخب ظهر بمستوى كويس جدا. بكره مواجهه صعبه زي ما انت حضرتك قلت، مواجهه صعبه جدا. منتخب الجزائر من المنتخبات القويه جدا في السن ده كابتن اسامه، لكن ان شاء الله المنتخب بكره زي ما فزنا على المغرب ان شاء الله نفوز على الجزائر ونوصل للمباراه النهائيه باذن الله. بطوله كويسه جدا وبطوله مميزه بام افريقيا، وان شاء الله اختبار كويس للمنتخب واللعيبه. وان شاء الله يعني بشكرك يعني على ان انت يعني مهتم جدا ببرامج الاشبال واللعيبه الصغيره، والحاجات دي بتفرق طبعا زي ما انت فاهم كابتن مع اللعيبه. عندنا منتخبين كويسين جدا جدا، وان شاء الله يبقوا امل للكره المصريه الفتره الجايه، منتخب 2003 ومنتخب 2006 اللي بيضم اكثر من لعيب مميز. والحقيقه برضو يعني فيتوريا، روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب يا كابتن اسامه، قول لي بقى يا استاذ محمد، فيتوريا وهو يعني اول تصريحاته قال ان انا متابع وعايز تقارير عن منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، وهو متابع دلوقتي لبطوله العرب وما شاء الله في لعيبه مميزه، عينه دلوقتي بدات يعني تروح للعيبه في منتخب الشباب؟ يعني هو بيتابع، يعني كان طلب لينكات كده للماتشات اللي فين الماتشات البطوله العربيه، والحقيقه الراجل بيتفرج على الماتشات مش لوحده، لا هو والجهاز المعاون، وبيطلب تقرير من كل فرد من الجهاز يا كابتن على المنتخب، على كل لعيب وعلى كل مركز. فبيتابع الماتشات ومهتم بيها جدا كويس. وان شاء الله بكره يبقى في تواصل بينه وبين الكابتن محمود جابر. الحقيقه يعني بيثني على مستوى الفرقه، ووجه لهم التهنئه بعد الماتش مباشره، بعد ماتش المغرب تحديدا كويس. وان شاء الله يبقى في يعني هو طالب ان هو يقعد مع المدير الفني الكابتن محمد وحده والمدير الفني الكابتن محمود جابر ان شاء الله بعد عودتهم. والراجل يعني من دراسته كده او من تفكيره وكابتن انه مهتم جدا بالناشئين وباللعيبه الصغيره في سن الفتره الجايه، وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك ان منتخب 2003 تحديدا و2006 فيهم لعيبه وخامات مميزه جدا جدا، ان شاء الله يبقوا اضافه للكره المصريه. ويعود لنا بقى منتخب كابتن 2001 الكابتن حسن حاتم وكابتن شو غريب، ويبقى عندنا اكثر من منتخبين كده الفتره الجايه، واكثر من لعيب مميز. فان شاء الله ربنا يكرم كده كابتن الفتره الجايه باذن الله. فرصه وحضرتك موجود معانا، طمنا برضو على منتخب الناشئين بقياده الكابتن محمد وهبه، دلوقتي موجود في السعوديه بيلعب مباريات وديه، هيطلع من السعوديه حسب البرنامج على اسبانيا، ومن اسبانيا على الجزائر ايضا علشان بطوله العرب. يعني برضو زي ما قلت حضرتك كابتن من المنتخبات الحياه اللي الناس مستنياها، والحياه بتحقق نتائج كويسه جدا. عندهم ماتشين هم في السعوديه موجودين دلوقتي، وعندهم ماتشين مع السعوديه وماتشين وديين. السعوديه في يعني الحقيقه من المنتخبات اللي بقت مميزه جدا يا كابتن اسامه في السن ده، بيهتم بالناشئين وبيلعبوا اكثر من ماتشات. فان شاء الله يعني باذن الله يعني تكون دي تجارب وديه كبيره جدا ان شاء الله للمنتخب. زي ما انت قلت طبعا هيطلعوا يعني عندهم اكثر من معسكر بعد كده اسبانيا والجزائر، فان شاء الله باذن الله يعني الدنيا والخطوات بتاعت منتخبات الناشئين تحديدا ماشيه بشكل كويس قوي يا كابتن اسامه. وان شاء الله هو الهدف منها اعداد يبقى في اكثر من لاعب او الفترة الجاية يبقوا موجودين في المنتخب الأول مع روي فيتوريا اللي مهتم جدا جدا وطالب تقرير من الجهاز الفني من اتحاد الكورة ومن الجهاز الفني ومن الجهاز الإداري اللي موجود معاه بماتشات المنتخبات دي، وهيبقى متواجد معاهم الفترة الجاية، وهيبقى ممكن يسافر معاهم البطولات اللي جاية، يبقى موجود معاهم يتابع اللعيبة عن قرب يعني. وإن شاء الله يعني تكون إضافة للمنتخب الفترة الجاية بإذن الله. متى سيتم الإعلان عن المدير الفني للمنتخب الأولمبي؟
يعني ان شاء الله خلال ممكن يعني خلال ساعات يعني خلاص الكابتن محمد بركات عضو اتحاد الكره الحقيقه، يعني الراجل عامل مجهود كبير جدا في مراكز مدير فني المنتخب الاولمبي وبيدرس اكثر من سيره ذاتيه، وعايز يختار الحقيقه زي ما كان في اختيار موفق من الكابتن حازم امام لروي فيكتوريا ومجلس الاداره، ان شاء الله يبقى في اختيار موفق من الكابتن محمد بركات للمنتخب الاولمبي الحقيقه. عن يعني خلال ساعات يعني ممكن او يعني فتره قليله كده اقرب المدارس اللي تم ترشيحها واقرب المدارس اللي ممكن تكون متواجده. يعني هو الاقرب لغايه دلوقتي المدرسه البرازيليه ممكن يكون موجود مدير فني المنتخب الاولمبي، لكن المفاوضات لسه ما زالت قائمه اتحاد الكوره وبين احد المدربين المتواجدين اللي كان سبق ليهم التواجد في اولمبياد. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي، اطلعنا على اخر استعدادات منتخب مصر اللي هيقابل بكره الجزائر، منتخب الشباب، وايضا كمان استعدادات منتخب الناشئين وكمان المنتخب الاولمبي اللي خلال ساعات قليله ان شاء الله سيتم الاعلان عن المدير الفني للمنتخب الاولمبي.